لا كبريت مصباح حياته اليد السحرية أي حاجة بس ما فيش أي حاجة بتحصل. لا يا جماعة لا هموت زي بائعة الكبريت. الله بسم الله بسم الله. الإنفاس طلع قوي جدا وقطع الشجرة بالكامل. كان هيتهرس أيتها اليد السحرية. عايز جرار مرزبة حفار أي حاجة مفيش أي حاجة تتكون. تخيل صاحبي تبقى منبوذ وضعيف في عالمك وتنتقل لعالم تاني سحري وبقوة مجنونة، بس لازم تزرع وتحصد أكلك بنفسك وإلا هتموت وتواجه كل الكائنات الشرسة والمميتة في غابة الظلام وتكون قريتك من الصفر وتكون مسؤول عنها كمان. وهي دي قصة هيراكو. ولو لسه ما اشتركتش صاحبي مستني ايه؟ بس ما تنورنا يا صاحبي في القناة ويلا كده خلينا ننطلق. ليتس جو. المهم عشان تنضم لينا والصحاب ما تنساش بعد تشترك وتفعل زر الجرس ويلا كده خلينا ننطلق في حكاية اليوم. حكاية من أجمل رواية. ليتس جو. جينجيتسو وا كروشيمي تو ايتامي مناشسة داكي أحضايو قطي. ده هيراكو وبيصحى كده وبيقول ياه من زمان ما حلمت حلم، وبيطلع من الاوضه وبيقابل خادمه كده وبتقول له اسفه اسفه اني اتاخرت في تحضير الفطار يا سيدي. هيراكو مستغرب، ها انا سيدك ازاي؟ بينزل كده تحت وبيقابل خادمه ثانيه بس بيشم ريحه اكل، بتقول له الاكل انحرق هتاكل؟ بيقول لها لا لا مش جعان، لا هتاكل خصب. بيطلع بره وبيقابل بنت ثالثه وبتقول له ايه صحيت بدري؟ بيقول لها اه وبتاع. وطلع هيراكو اصلا سيد القريه بالكامل والقريه مليئه بالبشر، اللي بيقطع خشب واللي بيزرع واللي بيربي جاموس. جاموس ده ولا بقر؟ المهم يعني صاحبنا بيكلمها بس فجاه في بنت رابعه بتوصل. يا لهوي دي رابع بنت في اول دقيقه بس. بتقول له يا سيدي لقد قمت بمراقبه المكان بالكامل، لا يوجد اي اعداء. بس هيراكو مركز في حاله ثانيه خالص. بتقول له انت كويس؟ بيقول لها طبعا انا كنت بحلم حلم غريب. وده كان بدايه كل حاجه. هيراكو اصلا كان شاب ضعيف ومريض بمرض مميت، وكمان كل الناس مش بتحبه ولا بتطيقه، فمات في الاخر ومحدش اهتم وانتقل لعالم ثاني. بس قبل ما ينتقل كان هو عباره عن كوره، وفي واحد بيقول له انا بواب العوالم السحريه، هديك فرصه ثانيه، امنيه واحده بس، واحده بس. هيراكو بسرعه انا عايز اصير مزارع. ها مزارع؟ بيقول له ايوه من زمان وانا نفسي ازرع طماطم وبتنجان. انت كويس يا ابني، كنت طلبت عدد لا نهائي من الامنيات. بس المهم يعني البواب بيقول له طيب، طلعت مغفل. وفعلا بنقوله لعالم سحري ثاني، بس بيقول له خلي بالك هيبقى معاه قوه سحريه، قوه الادوات السحريه الخاصه بالزراعه. صاحبنا طبعا ما فهمش حاجه وانتقل للعالم. فبيصحى كده وسط غابه متوحشه بس فرحان، ياه جسمي قوي وزي الفل. بص كده لجسمه وبيلاقي ان الملابس اللي عليه كانها ملابس مزارع فلاح يعني. بيقول اوه رهيب، دلوقتي لازم ابدا احقق حلمي وازرع بصل وطماطم وكل حاجه نفسي فيها. اكبر احلامه بطنه يا خبر. بس بيلاحظ انه لوحده في الغابه، بيقول ربنا يستر بس وما فيش اي حاجه تموتني تاني وترجعني لوبي، انا لسه نازل. بس عشان يزرع لازم يبقى معاه ادوات. صح الادوات السحريه. بيفكر بس في اله سحريه، وفي نفس اللحظه تكونت فاس سحريه. انصدم من القوه دي بالسرعه دي وبيستخدمها بسهوله ومش بيحس باي تعب نهائي. ايوه هي دي قدره الادوات السحريه، مهما اشتغلت بيها مش هتتعب. طبعا فرح موت بس يقول ثواني يا جماعه، لازم ميه عشان يقدر يسقي المحاصيل اللي هيقدر يزرعها. قاعد يفكر شويه كده وبيستخدم سمعه عشان يلاقي صوت اي ميه قريبه منه، بس فشل. كل اللي سامعه صوت شجر. فبيقرر هيراكو اذكى خطه في العالم انه يتمشى لحد ما يلاقي اي حاجه. هي دي الخطة، خطة بس فعالة يعني. بس فجأة سمع حاجة بتجري وراه، انصدم وخاف يا رب ما يكون أسد. بس بيتحرك بسرعة لحد ما شاف شجرة عملاقة. عملاقة ايش اقول اكتر من كده؟ عملاقة حرفيا. وبيقرر انها تكون هي القاعدة بتاعته عشان ما يهتوش طبعا وسط الشجر. ايوه هي دي الدماغ الشغالة صح. بيوصل للمكان هناك وبيقول دلوقتي لازم ادور على المية، وبيستخدم اذكى طريقة قديمة في ايجاد الماء وهي الاخشاب. بيمسك اغصان كده وبيحركهم، وهي دي الطريقة. يا الله مش شغالة، هو كان بيهبل بس مش أكتر. فكر كده وبيقول اوه اكيد دي هتنفع. ايتها اليد السحرية عايز جرار مرزبة حفار اي حاجة، مفيش اي حاجة تتكون. وده لان القدرة السحرية ليها ليميت وليها حدود، بتجيب لي بس ادوات بسيطة. فبيختار بقى كريك وبيفضل يحفر يحفر يحفر. بس يا الله انصدم، طلع غبي، كيف هيطلع من الحفرة؟ حفر الحفرة بشكل عمودي.
فاضطر انه يعدلها في الاخر بشكل مائل. واخيرا وصل للمياه الجوفية وكان طعمها حلو على الاخر، وبكده قدر يوفر المية بشكل مبدئي. ودلوقتي بيدور على الاكل ولازم يزرع، بس الارض مليانة شجر واعشاب ضارة، بينظف المكان بسرعة البرق، وده عشان الادوات مش بتخليه يتعب حتى. بيقف قدام شجرة كده بقول يا خبر دي اكيد تبقى قوية، لازم اقطعها من الجنب اليمين وبعد كده من الجنب الشمال عشان تفهمين توقع كده مرة واحدة. ويمسك الفاسة كده ويقول يلا بسم الله بسم الله. الفاس طلع قوي جدا وقطع الشجرة بالكامل كان هيتهرس، اوف ربنا ستر. فبيقشر اللحاق في الاخر وبيقطع الشجرة زي الجبنة. الادوات دي طلعت قوية بشكل، واخيرا حصل على الاخشاب ودلوقتي لازم يبني بيت وإلا هيموت من البرد. بيحاول وبيحاول بس في الاخر كل اللي عمله حط عمود بس في الارض، بس خلاص مخه وقف ما يقدرش يفكر في اي حاجة تانية. بص كده بيقول الله هو الظل ده عامل كده ليه؟ يا خبر الغروب. وبينصدم مش عارف هينام فين، بيقول لازم اولع نار، ولاعة كبريت مصباح ايتها اليد السحرية اي حاجة، بس ما فيش اي حاجة بتحصل. لا يا جماعة لا هموت زي بائعة الكبريت. وماتت بائعة الكبريت. بس فجأة هيركو جاته فكرة جنونية، ايوه استدعى عدسة مكبرة ونجحد الفكرة. يخرب بيت ذكائي هازم الطبيعة اخيرا، بس يا الله الشمس غربت يا خبر وما يقدرش يعمل اي حاجة. الطرف الاخر انه ينام داخل الشجرة الضخمة عن طريق تكوين حفرة زي السناجب كده، وبيشوف حاجة غريبة في السماء، قمرين جنب بعض، ودول تقريبا انا والمتابعين. اوكي انا الكبير طبعا. هيركو بيصحى تاني يوم على نور الشمس، بيشرب مية الاول عشان صحته، وبيقول لازم لازم اعيش حياة صحية مش عايز اموت تاني. بس افتكر صح النار لازم بسرعة اكونها، وبكده بقدر يوفر الدفا وعشان يطبخ طبعا اكل، وبدأ بتنظيف المكان وتقطيع الشجر عشان الحطب للنار والخشب للبناء. وبيحول الآلة لفاس طويل عشان يقدر يحرس الارض ويزرع طماطم خيار بصل كل ما تشتهيه الانفس. بس فجأة من حيث لا تدري ارنب متوحش هجم عليه، انصدم يا لهوي اعمل ايه، بس خبطه بالغلط مات. احلى شاورما سريعة في ثانية، بس للأسف كان طعمه وحش خالص. هيركو كان بيشعر بالحزن على الارنب، الارنب ده كان غلبان غلبان غلبان. ايه يا ابني ده كان هيتغدى بيك، بس بيدفنه كده عشان الرحمة ومش عارف ايش. يا سلام بعد ما اكل كان لازم يعدي الحمام طبعا ويلبي نداء الطبيعة، فصنع خرم في الارض على اساس انه مرحاض يعني وكده، بس في نص العراء وحاول حاول بس مفيش، فاضطر ان يحوطه بخشب في الاخر. كده ارتاح طبعا. لازم يأمن نفسه يا جماعة، افرض في ارنب متوحش هلم عليه وهو في الحمام هيتصرف ازاي يعني. برضه بيفكر هيركو بيبدأ بحرط الارض بالكامل، يقول هزرع طماطم خيار بصل بطاطس كل حاجة نفسي فيها. ولكن بعد ما حفر الارض بالكامل انصدم، يا خبر انا مش معايا بذور اصلا، ازاي هطلع النباتات دي؟ شكله هيرجع للارانب في الاخر. فبينام بقى وبيسلم امره لله. بيصحى تاني يوم وانصدم من اللي شافه، الارض طلع فيها محاصيل ونباتات واشكالها مختلفة بشكل كامل. فرح على الاخر، وتقريبا دي قوة الادوات. قرر انه لازم يبني بيت صغير كده، وفعلا بدأ يعمل كده، بس البيت طلع قصير، حاول يطوله بس ما قدرش، الخشب كان تقيل عليه. فقرر في الاخر انه يحفر داخل الكوخ لحد ما يكونه، واخيرا قدر يكون اول كوخ ويعيش فيه. وكل يوم كان بيهتم بالمحاصيل لحد ما تكبر يعني، بيسقيها مية بيظبط لها الدنيا كده يعني. بس كان خايف من حاجة واحدة بس، لو طلعت المحاصيل دي مجرد اشجار زهور يا خبر هيموت جعان. بس بيقول لنفسه ثواني، الارانب الغبية دي هتهجم على المحاصيل وتخربها. فبيبني خندق طويل وضخم وبيحوطه باخشاب، اي ارنب يجي اسلخ شاورما على طول. بعد ايام تفاجأ ان في كلبين قدام بيته، بيساعدهم كده وبيجيب لهم لحمة مظبطهم على الاخر. بس بيلاحظ ان في واحد من الكلاب دي بطنه منفوخة، يا لهوي ده ماكل بني ادم ده ولا ايش؟ بس فجأة الكلب التاني اتعصب عليه، هيركو انصدم، لا لا والله ما عملت حاجة سيبني اعيش مش عارف ايه. بس بيستنتج في الاخر ان الكلب دي انثى وحامل، فقرر ان يساعدهم في الاخر ودخلهم الكوخ وهو مش عارف يعمل اي حاجة. ايش اجيب مية سخنة يعني يشجعها؟ مش عارف يعمل اي حاجة. الكلب بيقول له يا عم اتصرف يا عم. بس هيركو جاته فكرة نار وقرر ان يسيبهم للطبيعة بقى تاخد مجراها بقى وراح ينام. خطة حلوة برضه. بيصحى تاني يوم وبيروح للكوخ وبيخبط على الباب. بتخبط على الباب، انت كويس يا ابني؟ ايش متوقع يعني الكلب هيقوم كده يفتح لك الباب؟ تفضل يا مولاي مش عارف ايه. انمي غريب والله. وبيلاقي ان الكلبة خلفت 4 فسافيس صغيرين، بيحط لهم اكل بقى وبيروق عليهم. واخيرا طلعت المحاصيل وكانت الطماطم، وانصدم دي طعمها طلع حلو كمان. الكلاب بتساعده في الصيد والحراسة، لا وكمان سماهم اسامي، كورو ويوكي والصغيرين كمان، خضر كراويطة ويعقوب قمر الدين دبيازة محمد سنبل وخالد كشميري.
لا دي إضافة من عندي. بس المهم قرر الاستمرار في الزراعة وتكوين المملكة الصغيرة. في الوقت ده كان البواب بيراقب هيراكو، بس انصدم، يا خبر ده راح مكان غلط، الغابة الوحشية. بس هيراكو كان عايش حياته أصلا ولا همه، زراعة كل يوم، لحد ما أخيرا البطاطس طلعت ولكن كانت خضراء. بيقول أول مرة أشوف بطاطس خضراء شكلها بايظة، بيحاول كده يديها للكلب بيقول له خدها خدها حلوة يعني كلها جربها. الكلب بص له كده أنت فاكرني وما كلهاش، فزرعها تاني في الأرض يمكن يختفي اللون الأخضر، وبيلاقي الطماطم والبصل والكرنب جاهزين ينهر أكل. وده عشان بمجرد أن يفكر في نبات معين وهو بيحفر وبيطلع على طول. بس في حاجة غريبة، بعض النباتات بتطول عن التانية ومش بتطلع بسرعة. وصاحبنا نفسه فول، نفسه يأكل فول، بس بيقول لنفسه أصلا ما فيش أي ملح، لازم ملح. وبيعمل طبيخ خضار كده باللحمة بتاعت الأرانب وطلعت رهيبة، أحسن من اللحمة بدون أي إضافة. وبعد ما أكل وضبط الكرشة قرر أنه يستكشف الغابة بالكامل. أيوة بعد البنزين لازم يستكشف الغابة. واكتشف شلال صغير في الغابة ولكن كان بعيد عن المقر الأصلي، فقرر أنه يصنع قناة مائية صغيرة. وبما أنها طويلة عمل حمام في نص الطريق، يعني افرض اتزنق، لازم نضاء الطبيعة ده لازم. وبعد ما عمل كده قرر الاحتفال مع الكلاب كورو ويوكي وبيلعب معهم لعبة الطبق. بس فجأة وهو بيطبطب عليه حس بحاجة غريبة، طلع له قرن، ها؟ قرون في الكلاب، وكمان بقية الكلاب بيحصل معهم نفس الكلام. ده حاجة غريبة، بس ماشي بيكمل لعب معهم بالعربية الخشب اللي صنعها. بس فجأة اتكعبل والعربية اتكسرت بالكامل على دماغهم. يا خبر الطريق كان مليان مطبات، بيوسع من المحاصيل وبيزرع دوار الشمس عشان الزيت عشان يجلو بطاطس، والقمح عشان الطحين والعيش، واخيرا القصب عشان طعمه حلو بس، ونفسه فول الولد، نفسه فول بس مفيش ملح. بتعدي الايام بسرعه والجو بيبدا يبرد، الشتاء دخل والدنيا تلج حرفيا، ولازم هدوم والا هيتجمد. حاول يلبس فرو الارنب بس ريحته زي الخ، تحس الارنب كان داعي عليه. بس فجاه الكلب بيقول له بص كده، اوه ايش هذا، عنكبوت ضخم. وبسرعة مهولة طلع خيط وصنع منديل قماشي. هيراكو انصدم، دي هتنفع وهنكون هدوم. بس ثواني، هو الخيط ده طلعه من فين؟ بص يا صاحبي احسن لك ما تعرفش، وده لمصلحتك يعني. المهم العنكبوت بيصنع ليه كل حاجة، هدوم، لبس، فرش، ستاير، كل حاجة نفسه فيها زبطه على الاخر. وعشان كده هيراكو سماه زبطون عشان زبطه يعني. المهم بعد ايام الشتاء بيدخل بقوة، هيراكو مستخبي في الكوخ وبياكل بطاطس مشوية، بس نفسه في ملح، شوية ملح بس هيظبط الطعم، وخايف ان الكوخ يقع على دماغه لان الثلوج كانت كتيرة وقوية كمان. هيراكو كان سرحان بيقول يا خبر انا عايش بقالي فترة طويلة هنا ومفيش حد اتكلم معاه حتى، شكلي هنسى ازاي بنتكلم. اما زبطون كان على اضخم شجرة وبياكل بطاطس وبيصنع هدوم. بعد فترة الربيع بيدخل والجو بيهدى، بس هيراكو بيلاحظ ان الكلاب كبرت وطلعت تنطلق بقى في جميع انحاء العالم بقى. بعد ايام كل كلب رجع بكلبه، يا خبر اتجوزوا في يومين واحنا لحد دلوقتي سنجل يا صاحبي، متخيل؟ بس بيلاحظ ان في كلاب اتفشخ الضرب، شكلهم كانوا بيتخانقوا على اللي هيتجوزوه. حتى الكلاب مش سالكين. بس الزبطون خلف جيش كامل من العناكب وطلعت انثى اساسا، انا مش عارف اعمل الحلبات يعني صراع بين العناكب والكلاب ولا ايش، هتكبر معجنه. بس قرر انه يكمل في الزراعه عشان يكفي الجيوش اللي طالعه دي. بس فجاه زبطون بيخبط على جرس الانذار، في مصيبه حصلت، الكلاب بتنطلق مع هيراكو للغابه وفي بنت صغيره مرميه على الارض. هيراكو انصدم، ازاي في بشر هنا؟ بس دي شكلها مش بشر يا صاحبي. الكلاب بتتعصب عليها، بس هيراكو بيقول لهم لا سيبوها دي بنت لطيفه مش عارف ايه، والبنت بتقول له ساعدني ارجوك. هيراكو فقد عقله بقى وطار عليها. الكلب بيحذره بس مش مهتم خلاص، وضع السم بتفعيل وبيقرب منها، لا تقلقي يا انسه الجميله، الملاك الحارس وصل اخيرا لانقاذك. بس فجأة بتضحك وبتعضه ومصت دمه بالكامل، اتحولت لشكل تاني خالص وكبرت بشكل ضخم، يا إلهي. وبتقول له شكرا ليك أيها المغفل. بس الكلب هجم عليها مرة واحدة وطيرها ورجعت بنت فسفس تاني. هيراكو بيقرب منها بيقول له طلعت عدو يعني؟ الكلب بيقول له قلت لك يا عم السم. بيقول له خلاص حصل خير يعني، بس بيقول لها أنت عدو ليا ولا إيه؟ بتقول له لا، بيقول لها أنت كذابة، أنت عدو طيني. بتقول له أنا كنت جعانة بس. ودي طلعت مصاصة دماء، ولما تتغذى على دماء بتكبر وبتقوى. الكلب بيحذر هيراكو منها بس وقع في مستنقع الحب والكلام الفاضي، وقرر انه يخليها تمص دم تاني. يا لهوي، والبنت طبعا ما صدقت وشفطت نص دمه، وبتقول له انا مش حابه اكتر اكتر من كده يعني عشان ما تتعبش. تكتري اكتر من كده، انت شفطت نص دمي.
بيروحوا للمقر والبنت انصدمت، ايه ده انت بتزرع نباتات كتير؟ هيراك بيقول لها اه طبعا انا مزارع اسطوري، لازم يظبط نفسه قدام اي بنت لازم. بس البنت بتقول له اوه ايه الحاجه اللون الاحمر دي؟ هيراك انصدم، انت ما تعرفيش دي طماطم؟ بتقول له لا ما اعرفهاش. بيقطع عليها واحده وبيقول لها جربيها، بس بتقول له طب ازاي؟ يا لهوي انت في دماغك ميه مخلل، كليها عادي ببقك مش هيحصل حاجه. وعجبها على الاخر. هيراك وفضل بقى ياكلها من كل حاجه، جزر بصل خيار كل حاجه لحد اخر اليوم. كانت فرتكت نص المحاصيل. لو في اتنين منها يسببوا مجاعه. بيدخلوا البيت بالليل وطلع اسم البنت دي رو، وبتقول له انها جايه عشان تعمل ابحاث على النباتات الجديده وبتستخدم سحر غريب كده. وبتقول لهيراكو انها كانت في مملكه ضخمه، ولكن النبلاء طردوها وبيطردوها عشان هي ذكيه جدا وعايزين يسرقوا ابحاثها. قال يا سلام، والله شكلها كذابه وكانت بتخلص كل المحاصيل عندهم الاخضر واليابس عشان كده طردوها. انا مش مطمن لها، بس هيراكو طبعا مش فارقه معاه، اهم حاجه ان تتكلم معها دلوقتي. بيقول لها انه بقاله فتره كتير ما تتكلمش مع حد، وبيطلب منها انها تقعد معاه، بس روب تنكسف وتقول يا لهوي انا كنت جايه بس عشان الاكل، ايه اللي دخلني في الحوارات دي؟ بتقول له طب خلاص خلاص لو فضيتها عدي عليك يعني وانا في رحلتي يعني. ولكن هيراكو بينحني ليها، بيقول لها لا لازم لازم تفضلي معايا، احنا لبعض ولازم نفضل مع بعض للابد مش عارف ايه. رو طبعا اتحولت لفراوله فيس وبتقول له طب يا ابني في ناس بيطردوني. بيقول لها مش مهم انا هحميكي. يا خبر سبنا ليفل ماكس دلوقتي. بتقول له طيب خلاص خلاص هقبل طلبك واتجوزك. هيراكو انصدم، ها لا انا كنت عايزك تقعدي معايا بس وتسليني ونشتغل مع بعض كده. البنت فهمت الموضوع غلط خالص، بس هيراكو استغل الفرصه بيقول لها اكيد لازم نفضل مع بعض. الحمد لله انا اليوم عدى على خير يعني، وصحي تاني يوم وكان شغال كالعاده في الارض. رو بتصبح عليه وبيقول لها لازم تفضلي معانا ونكون قريه كبيره. تستغرب بتقول له قريه؟ بيقول لها ايوه انا وانتي وعشير الكلاب والعناكب. بتقول له طيب ماشي، بس لازم نزرع بعض الاعشاب الطبيه. اوه يا ترى ايه اللي هيحصل وايه حكايه البنت دي؟ وهل هيقدر هيراكو انه يكون القريه المتكامله ولا لا؟ وهل عايزين اصلا جزء ثاني من الانمي ده ولا لا؟ بص الانمي صراحه حلو يعني، قصته مختلفه وجديده نوعا ما. قولوا لي تحت في الكومنتات يعني لو عايزينه ولا